بصوا يا جماعه، البرجر الامريكاني هي لحمه مفرومه حمراء خالص ما فيهاش اي دهون، وشويه مسترده وشويه كاتشب، وروحوا مدعكنا مع بعضيها وروحوا حاطين وشوي، لان قدامهم الدريسنج بتاعها. ايه هو الدريسنج؟ قدامهم بقى الكاتشب، الهوت صوص، البصل، الطماطم، المايونيز، ياخد ويغمس وليس ويقول ده كويس وعدي. لكن انا عايز اعملها النهارده الحاجه الشرقيه بتاعتنا اللي احنا بنحبها، اكل الشرقي. عايز احط جواها بصل، احط جواها توم وشويه زعتر، وبدل ما تكون كلها لحمه خالص اديها شويه فول صويا عشان تفرد معايا. عندي عيال كتير في البيت قاعدين ناكل. المهم انا بعمل السندوتش حلو يتاكل، مش هيقول لي بقى ده نصه فويا صول صويا صوص او 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 نصه فول الصويا او بتاع، هياكل وهيسكت. بس اكبر العمليه بدل ما هم ربع كيلو اخليهم نص كيلو بس، تبقى الاكل حنطه وحلوه، هيبقى طعمها احسن بكتير من الامريكان اللي بيقولوا عليها ده البلدي. يوكل هنحط حبه زعتر كده، وادي فصين توم هنا الاول عشان يتطحنوا لوحديهم. هي ما بتاخدش بصل، بس انا بقى بديها كل الحاجات دي ليه؟ عشان نعملها حلوه، ناكل حاجتنا حلو. المقادير عندي، عندي لحمه مفرومه وبصل واعشاب وتوم وكاتشب، طماطم، عندي فلفل الوان ومينيز وعيش كايزر وملح وفلفل، وزودت معاها زي ما قلت لكم حبه فول الصويا بناها قبلها بيومين او بيوم او بساعه عشان خاطر تديني طعم جميل وتمشي معايا. يبقى كده مش هقلق بقى منها اذا كانت دهن فيها دهن ما فيهاش دهن، هتعدي معايا. نصلي على الحبيب برضو. نجيب شوية ملح اهو، شوية فلفل، شوية الزعتر هنا تاني عشان اخليها حلوة كده، وشوية بودرة